العالم بواسطة دراجته الهوائية بهدف التحسيس بمخاطر داء السيدة من جهة والعمل على نشر ثقافة التسامح بين الشعوب من جهة أخرى. المحطة التي وصل إليها هذا الشاب حتى الآن كانت مدينة وهران، حيث التقى هناك الزميل مراد مزور. نتابع. من الأقاصي البعيدة شد الرحالة في رحلة عبر العالم سيجوب من خلالها عديد البلدان لنشر رسالة نبيلة تحمل أسمى معاني الأخوة والصداقة بين الشعوب مع التحسيس بمخاطر داء السيدة. وبعدما جاب أقطارا عدة، سومن يحل اليوم بأرض الجزائر. يتوجب علينا أن نعيش في أمن وسلام وحب، فعلى كل واحد أن يسعى لنشر هذه الأحاسيس الجميلة التي تنبع من باطن الإنسان. حينما وصلت إلى الجزائر وجدت شعبا كريما ومحبا للآخر، حتى أنهم يصرون على ضيافتي أينما حللت. 71 دولة زارها هذا المغامر الهندي بداية من 2004، وسيواصل المسيرة للتحسيس بأهمية التعايش بين الشعوب والعيش في أمن وسلام. برسالة السلام نصل إلى ختام النشرة، نذكر بأهم ما جاء فيها.